أكثر بخلا وتجحيف. فوالا لعنا شخصية برافو انا نعطيك بالبروف. اعطيني بروف لوليني وليد. وليد كيفاش انا حسب المعطيات اللي عنا انه وليد اي بيان سور بعد البحث انه وليد وليد من 3 شهور خرجت سهرت مع الاصدقاء نتاعك قلت لهم عندي تليفون ونرجع لكم ومن هكا التليفون وتو عنا 3 شهور وما رجعتش. شنو تجحيف؟ لا لا الاكثر بخلا. بخلا مش حاح مش حاح مش حاح شنو ما تفهمش مش حاح صديق لا معطى دي غلط لا انا لا معطى مش غلط اما مش برشا يلا بالنسبه للسؤال ما مش غلط معطى كمل واعطيني رايك بليل وسفيان. بالنسبه للسعدي عندي سؤال لبليل وسفيان قداش من مره تسلف من عندكم السعدي وما رجع لكمش فلوسكم ايش على نون باس اوتر شوز؟ لا لا كملوا كمل عرفتها من سياق المصادر كمل خذ مصادرك من عند جماعه يستحيل بالنسبه تول انا كل شيء نجم نعديه الا الهديه صحيح انا وقتلني مستحيل. بالنسبة لسفيان وبليل معناتها هما في مرتبة متقدمة معناتها ما همش قاحة. فسفيان سفيان خير شوية من بون بليل بليتو خير أبرك شوية أبرك من أي ماهوش ماهوش هكا سفيان دوبو دوبو ما يدورش بالعبيد دانيا بعشرين دينار تقولي مش عارف بليل بليل ش قولك في الترتيب هو له منطقي ولا نحكي بصراحة أي نحكي بصراحة صراحة بليل برجولة نستنى كان صراحة باش تضرنا أجلها لا ما تضرنيش وليد غلطة فيه أو شكون كلمة حق ها هو ها ما ربي شكون حق لول ها شكون لول لا علي شكون هو غلطة في معنى هنا لول لا 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 هاني قلت أما وليد بالحق الحق من تجربة شخصية الله أكبر وليد غلطة فيه ممكن هو القاعدة ما عجبتوش هرب مش غلطة برشا بليل فما معطيات أخرى مش غلطة برشا نحكي عن تجربة معايا سفيان إيش قولك في الترتيب بصراحة شنو الترتيبة أي والله ممكن امشي ترى يمكن معناتها انت وبليل لولانين صحيح ولا شكون شكون لحظه لول انت وبليل شكون الوسيف انت وبليل لول والثانيين وهما زوز الاخرانيين هذا منطقي 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 بارا بارا شنو اسمع سفيان اش قال لا اش قال سفيان وين الشك باللي عنده البطوله والوسيف نظام البطولة قل لي متفهمين زين والله شو نقول لك خويا نظام البطولة رايك والله نورس جاي يتقلق فينا والله انا مع العلم انا مع العلم مع العلم ما قلتش راهو سعدي قلت لك انا وليد من معرفة شخصية راك غلطة فيه شوي على الاقل شوي باش ما نقولوش برشا مش مشكلة ديما كيكة بالمعطيات في حالة معينة بالمعطيات والأدلة يده تعكش مفتوحة كمل يده مفتوحة كمل كمل انت ما ولم ملفاتك لم أسر واضح واضح هذا هو الترتيب ترى بلي باش نعمل استفتاء شكون يرفض انه فقرة الترتيب تتواصل شكون ما بيه نحي فقرة الترتيب احنا تو تفرشنا ما قالش بقى والله ماني عارف قام بقى برافو والله سيبيا والله يلا بلي فقره باهيه قاعده تقرب فينا من الجمهور اي نعم قاعد يحبب فينا في الجمهور نبدلوا شويه لشكون تغنيها نبدلوا شويه تو لشكون تغنيها نفردوا شويه قبل ما نرجعوا عن احراجه ما نحاول في حلقه اليوم ما نحكيوش على الاحراج زينا ما احرجناكم